السلام عليكم أطفال صف النوبة الثالثة، شريط تعليمي في المجال اللغوي الكتابي المشروع الرابع. هيا نتسلى ونفرح مع حرف الكاف من خلال درس هيا نحضر حفلة آخر السنة. في هذا الشريط التعليمي في المجال اللغوي الكتابي نحن بحاجة إلى دفتر التمارين لمادة لغتي أحبها، وقلم رصاص ممحاة، ودفتر المادة. هيا بنا، كيف نخط حرف الكاف؟ كانجر ديك. هكذا نقوم بكتابة حرف الكاف مرة ثانية. حرف الكاف. الآن التعليم، أضع إشارة إكس في المربع المناسب عند سماع صوت الحرف كاف. كلب، كلب. أحسنتم، في أول الكلمة. سمك، في آخر الكلمة. مكتب، مكتب، في وسط الكلمة. الآن التعليمة، أرسم دائرة حول حرف الكاف منفصل، ومستطيل حول حرف الكاف وهو متصل إن كان في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة. لدينا كلمة كنجر متصل في أول الكلمة، عنكبوت متصل في وسط الكلمة، أسماك حرف الكاف منفصل في آخر الكلمة، إذا نضع دائرة. ديك في آخر الكلمة متصل، إذا نضع مستطيل. أحسنتم. والآن أجمع الأحرف، لدينا أ ك لا، نحصل على كلمة أ ك لا. لدينا ك ل ب، إذا ما هي الكلمة؟ كلمة كلب. كرز، ما هي الكلمة؟ كرز. كتاب، كتاب، نحصل على كلمة كتاب. والآن أرسم دائرة حول الكلمة الصحيحة المناسبة للصورة. هذا ديك، لدينا كلمة ديك وكيس. أين كلمة ديك؟ أحسنتم، لدينا مكتب، لدينا كلمة كتاب، مكتب. أين كلمة مكتب؟ أحسنتم أحبائي. والآن أصل الجملة بالصورة المناسبة. لعيب كريم مع كلبه، أين هي صورة لعب كريم مع كلبه؟ أحسنتم، جلس كمال على الكرسي، أين صورة جلس كمال على الكرسي؟ أحسنتم أحباء الصغار. والآن أرسم دائرة حول الحرف ك أو ق بحسب وجوده في الصورة. لدينا صورة كتاب، ماذا نسمع؟ أحسنتم، ك، نسمع صوت الحرف كاف. قمر، قمر، نسمع حرف ق. كوب، كوب، أحسنتم، ك. ورقة، ورقة، نسمع الحرف قاف. سمك، سمك، سمكة، نسمع صوت الكاف. أحسنتم، قرد، قرد، حرف القاف. والآن جاء دوركم أحبائي الصغار، نفذ التمارين بخط واضح ومقروء. عملا موفقا وإلى اللقاء.